طيب اللي بتجوزوا بيجيب اولاد، ويا حرام يعني ما بتروح الا على الاولاد في الطلاق. الدكتور خليل الزيود، بتعرفوا الدكتور خليل الزيود؟ مؤلف كتاب، هذا الكتاب عمل ضجة. بتعرفوا شو اسمه هذا الكتاب؟ هذا الكتاب اسمه إياكم والإنجاب. العنوان صادم مش هيك؟ هلا هذا العنوان بس نزل الكتاب إياكم والإنجاب عمل ضجة. شو إياكم والإنجاب؟ شو بيحكي الدكتور خليل الزيود؟ احنا عشان ما نجتهد ونقعد نحلل ونحكي لكم شو فحوى الكتاب، وهو كتاب مهم انا بنصح بقراءته، خلينا نسأل الدكتور خليل الزيود نفسه، الخبير التربوي والأسري والصديق العزيز والغالي دكتور خليل. يا سعد هالصباح يا دكتور. يا صباح الورد. يا بدك تقطع نسلنا يا زلمي، إياكم والإنجاب تقول. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا دكتور. يخليك رب. دكتور، عنوان الكتاب أحدث جدل في يعني على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه الدكتور خليل الزيود كاتب كتاب اسمه إياكم والإنجاب. شو الفكرة اللي توصلها دكتور؟ إنه طبعا إياكم والإنجاب هي الرسالة اللي أنتوا وسطتكم، دير بالك تخلف إذا ما أنت قد الخلفة. تروح تداين سيارة بسبعين ألف دينار على البنك صح، وانت راتبك كله على بعضه 600 دينار ولا 500 دينار، هيأخذ يقتطعوا منه ثلثين ولا السيارة. طب ينفع تشتري سيارة؟ لا. فتقول له إياك وشراء سيارة. صحيح. تمام. واحد معه دينار، تروح تقول له اشتري بهالدينار حبوب فاتح شهية، ولا تقول له اشتري سندويشة فلافل. صحيح، سندويشة فلافل دينار بس. إذا انت بالضبط، إذا فعلا إياكم والإنجاب، القضية في الإنجاب والقضية في الزواج ترى هو ليس إنجاز، يعني قدرتك على الزواج وقدرتك على الإنجاب هذه ليست يعني ليس ممدوحة بالإنسان. أي حدا الحيوانات يعني الأرنب يجيب 21 في البطن، بالتالي هذا ليس إنجاز. قديش أنت قادر تجيب بني آدم سوي في نسبة أقل من العقد النفسية التي ورثناها من أهالينا، عشان هو يسلم عقد نفسية أقل للجيل اللي بعده. إحنا بدنا هيك جيل. طيب دكتور، بناء على هاي المفاهيم، متى الواحد بكون فعلا قد الخلفة حسب مفهومك انت او حسب كتابك؟ اول شيء ما في قانون تماما، لانه هذا يختلف من بيت لبيت. يمكن اسرة فيها اخوة تزوجوا، واحد وضعه المادي، وضعه الاجتماعي، وضعه النفسي، طبيعة علاقته بزوجته، يعني اثنين تزوجوا شافها يوم الاحد وراحوا كتبوا الكتاب يوم الثلاثاء وصارت الدخلة يوم الخميس. هذول نقولهم روحوا خلفوا باول سنة؟ غلط. صحيح. طب اول شيء يعرفوا حالهم، يربوا حالهم عشان يقدروا يربوا ابنهم. لازم يعرفوا الناس انه الولد، انه كلمة يجي رزقه معه هذه كلمة غلط في المطلق. لازم يعرفوا انه هذا الرزق يشتغل عليه، والرزق مو بس اكل، الرزق في قضية تربية اجتماعية. اولادنا يا اخوي طارق بدهم وقت نوعي. وقت اقل شيء، تخيل اقل شيء اولادنا بيحتاجينه واهم شيء وقت. هل صح. احنا وسط هذا الـ يعني هذا الاوقات الضيقة جدا، وهذا الشغل وهذا الفلوس وهذا الوضع الاقتصادي، قديش منا قادر واحد فعلا يجلس مع اولاده وقت نوعي؟ طيب دكتور خليل، كويس كلامك مقنع وجيد. وانت شو بتحكي للناس الان وخاصه المتزوجين حديثا، انه اذا كنت واحد من هاي الحالات، واحد اثنين ثلاث، لا اياك والانجاب، اصبر شوي اتمهل. صح. شو طبعا. اقول لك انا قلت قبل فتره دكتور قصه صديقه الي اجت تستشيرني يعني بموضوع انه بدها تترك زوجها، فبقول لها يا بنت الحلال وفكر، بتقول لي طارق خلص مش قادر والى اخره. هي طبعا شخصيه بالمناسبه معروفه، تركت زوجها فعليا، حردت يعني شهر شهرين، اتصالحت هي وزوجها ورجعت على مضض، بعد شهر لي حامل. بقول لها يا بنت الحلال انت امبارح كنت حردانه من انت، طب طولي بالك شوي. شفت؟ فانت دكتور شو الحالات اللي انت بتحكي لهم استنوا شوي اياكم والانجاب؟ اول حاله اياكم تعتقدوا ان الانجاب يثبت زوجا. يعني ما هي يحكوا لها تخلفي عشان تثبتيه، فيصبح الهدف من الإنجاب مو إنشاء جيل ولا ولد ولا حد، لا أبدا. أول هدف أنه أنا إذا خلفت ما يقدر يطلع عينه برا. هذا الكلام كله غلط. أول إشي لأنه إذا مشوفي إذا العلاقة متوترة بينكم، الولد حيوتر العلاقة بزيادة. يصير الولد بده مصروف إذا كانت مشاكلكم على أمور اقتصادية، راح يكون الولد بده رعاية واهتمام إذا كانت مشكلتكم على الوقت، وإن أنت تشتغلي وهو يشتغل وما في وقت وما أنتوا قادرين تلتقوا. حيكون مشكلته في تربية إذا كانت علاقته مع أهلك مشكلة فيها مشكلة أو عاهله فيها مشكلة. حيصير في تدخلات في تربية الولد، فهذا الولد حيكون سبب لمشاكل ونقمة كثير عليكم. تمام؟ هذه قضية مهمة. السؤال الثاني، مرات لما نقول إياكم والإنجاب، إحنا نتحدث عن فكرة كثيرة مركزية اللي هي فكرة المباهاة بالأولاد اللي موجودة، إنه حدا يحمل الاسم والنسل يظل موجود، وإنه أنت لازم تجيب ولد. تمام، عرفت كيف؟ على أساس لويس السادس عشر الأخ يعني بده النسل. تماما، كأنك بالضبط يعني كأنك تتعامل مع الموضوع هيك. القضية أبدا ليست بهذه الطريقة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو في غاية الأهمية، نقول له إياكم وفعلا إياكم والإنجاب. أنا ما أعرف ليش لما نحكي إياكم والإنجاب الناس يأخذوها منحة سلبي. إذا ما أنت فعلا لازم تطلع على نفسك تبني هذه العلاقة،
إذا القضية الثالثة أو النوع الثالث اللي نحكي لهم إياكم الإنجاب هم اللي يتعاملوا مع الإنجاب إنه تحصيل حاصل، إنه بما إن إحنا متزوجين فلازم نخلف. وهذا مشكلته يا أخوي يا طارق وين؟ بضغط المجتمع، ضغط الأقارب، أمه في إشي على الطريق، أمها طمنينا، كيف الوضع، حكولنا، ما في إشي على الطريق، ما حوشتونا. ضغط الاجتماعي صحيح. صحيح. حوشتونا وين أنتوا عايشين؟ شو إحنا حصالة كاينين؟ حوشتونا إشي؟ لذلك لازم نعرف انه 12 بالليل وعلى الوحدة بالليل لما هذا الولد خلال اول سنة او سنتين من حياته لما يصحيها 3-4 مرات بالليل لازم تعرف انه هي عم تدفع الثمن اذا ما عندها القدرة. يعني واحدة تداوم ودوامها صعب وظرفها من اقتصادي صعب، ما عندها القدرة مثلا تاخذ اجازة او تترك الشغل، بتروح حضرتها تخلف مباشرة من اول سنة. طب ما انت قادرة تاخذي اجازة ولا انت قاعد بالليل لازم تصحي 3-4 مرات عليه طبيعي. طيب الدوام دكتور كويس دكتور، بدي اعمل نقطه نظام لانه عم بيجيني رسائل. قبل فتره كان معنا مفتي المملكه الاردنيه الهاشمي اللي هو وزير الاوقاف حاليا، وتحدثنا عن موضوع تحديد النسل. تحديد النسل الحرام في الاسلام هو قطع الاسباب الموجبه للنسل، كان تقوم المراه مثلا بازاله رحمها. اما تنظيم النسل يعني اذا واحد قرر قال انا بس بدي اخلف اثنين وخلص اكتفى وما قطع الاسباب الموجبه للنسل، هذا حلال، هذا اسمه تنظيم نسل. حتى طيب. لو جاب واحد وقال خلص، هذا طبعا المفتي والحلقة مسجلة عندي، لو قال أنا بدي أجيب واحد وأكتفي بهذا الواحد، هذا ربنا اللي بيعرف. بس إنه إذا راحت المرأة مثلا أزالت رحم هذا حرام، هذا اسمه تحديد نسل. أما طيب. إذا أنت قررت تخلف واحد أو اثنين أو ثلاثة وتكتفي، وقفت لحد هون وأخذت مثلا أسباب تنظيم نسل، هذا مش حرام، هذا اسمه تنظيم نسل في الإسلام. هذا كلام المفتي عشان الناس ما تقول أنت يعني تحديد النسل، لا هذا ما لهش علاقة في تحديد النسل. أنا ما له علاقة. تمام. بس خلينا بس برضو أوضح شيء طارق. كويس توضيحك، بس برضو أنا أقول عن تحديد النسل للوضع كتير صعب. يعني خليني أحكي لك إشي، لو كان الطبيب أجا حكى لهم مثلا أنتوا في عندكم مثلا أمراض وراثية وهم صاروا متزوجين يعني بعد ما تزوجوا بعيدا عن الفحوصات تصير قبل الزواج وكل شيء، هلا هذول في عندهم أمراض واحتمال كبير والطب الآن تطور، قال لهم ينفع هذول يخلفوا؟ لا يحكي لك لا إن شاء الله تزبط، ما يزبط. هذول لازم يحددوا. ليه؟ لانه احنا عم نتعامل مع الطب يقول لهم انه انتم اذا جبتوا ولد مثلا يطلع مريض عنده مشكله صحيه تماما او في عنده تشوه، هذا التشوه ممكن يكلفكم اعباء كثيره جدا وتتكلفوا في هذا الموضوع شيء عالي. طب دكتور، حتى القادر على الانجاب ماديا وذهنيا واجتماعيا وفكريا وكل اموره تمام، في برضه حد اقصى؟ يعني انا بعرف واحد خلف سته، بقول لي والله انا كنت اجيب اثنين، بقول له طب والاربعه؟ قال بالغلط. يا زلمه شو بالغلط؟ شوف بالضبط، للأسف هاي الكلمة ترى كثير نسمعها. صحيح. وخاصة هدول تكون علاقتهم مثلا متوترة جدا. وجابوا أربعة بالغلط، نعم متوترة. بالضبط، تحكي لها مثلا تحكي والله أنا من 5 سنوات ما أنا صحبة وإحنا مشاكل، طب جايب اثنين يبخل اثنين. تحكي والله مش عارف بالغلط. في حد أعلى دكتور، حتى لو واحد كان أموره تمام، في حد أعلى في هذا الزمن اللي إحنا عايشين فيه، قديش الحد الأعلى اللي أنت بتنصح فيه مثلا؟ انه انا اكتفي بخمسه، اكتفي سته او ثلاثه او اثنين؟ ما نقدر نقول، لانه هذا برضه يكتفي من بيت لبيت. يعني اخوي طارق ما نقدر نقول مثلا اكتفي، ليش؟ لانه انا في بيوت في لها ظروف معينه، عرفت؟ في عمر للزواج، يعني المتزوجين بسن متاخر ما ينفع نقول لهم روحوا جيبوا 6-7. طب اثنين عمرهم يعني قاربوا على 40 تماما مثلاً. او تعدوا 40 وهم يا دوب عندهم ولد وكذا، نقول لهم لا والله لازم تجيبوا 6، ويضغط عليهم المجتمع لازم تجيب 6 وبدك حدا يحمل اسمك وبكره بس تختير ويصير عمرك 80 سنه، انت مين بده يوقف معك؟ عفوا يعني هذا كلام لا قيمه له. صحيح. احنا بدنا نقدر كل حاله بحالتها. عندنا فوبيا المستقبل احنا دكتور، خايفين من الشغل، خايفين انه لما نمرض. اذا انت هلا شاب صغير فكر لما تمرض بدك واحد يوقف معك، شو الفوبيا اللي انت عايش فيها؟ يعني مستعدة شيخوختنا من الآن، يعني مش فاهم أنا ليش يعني. بالضبط، موضوع الإنجاب يعني خاصة هذه الأولاد، إحنا ليش جايبينهم؟ عشان يقدموا لنا خدمات. يعني صحيح. لماذا ننجب أبناء من أجلنا؟ إحنا ننجب أبناء من أجل مستقبلهم. إحنا نخلف أولاد عشان يقدروا يقوموا بمتطلبات الحياة الصعبة في المستقبل. إحنا ما ننجب أولاد ولا نخلف أولاد علشان نوقف بلحظة من اللحظات ونجي نحكي لك والله عشان يخدموني وعشان يعني يقدموا خدمات للمجتمع. لا، إحنا يخدموا أنفسهم عشان يقدروا يخدموا أوطانهم. صحيح. بالضبط، يخدموا أنفسهم. أنا بجيب بنت عشان ممرضة تكون إلي مثلا؟ يعني أنا هذا تفكيري مثلا، مش معقول. بالضبط. صحيح. احنا بدنا اياها تخدم حالها، اذا قدرت تخدم غيرها شكرا، بس احنا اول شيء هي اولا لازم نعلم اولادنا مفهوم الانانيه، هذا اللي قدام نحكي فيه. اوف. طب احنا على كل حال دكتور، يعني الكلام معك لا يمل، وانا هي انا رتبت مع مصعب الشريف، بلكي دكتور شرفنا الاسبوع الجاي هيك بالاستوديو بنحكي كثير، الناس بدها تسالك ودائما متعطشة لكلامك. خلص لنا ترتيب قريب معك. اذا الدكتور خليل الزيود، الصديق العزيز الخبير التربوي والاسري، كل الاحترام دكتور، لقائنا معك الاسبوع الجاي ان شاء الله دكتور. شكرا جزيلا. اذا اياكم والانجاب، بقول الدكتور خليل
بالله أنا بدي أسمع فلسفتكم بهذا الموضوع. 0788 95 3 95 3 واللي عنده 8 أولاد يجوا بالغلط يقول